ما الأدلة على وجود الله؟ دليلك وجود رب العالمين، هابونا رب العالمين رشية. الأدلة كثيرة جدا. دليل فيرا زعفن. يمكن أن نجمل الأدلة في أدلة أربعة. أم دكارن فان دليلا كرت تخنا تشار دليلا دا. العقل. عقل. لأنه لا يمكن أن يأتي عاقل وينظر في هذا الكون البديع إلا ولا بد أن يثبت أن لهذه المخلوقات خالق واحد مدبر سبحانه وتعالى. أم جري بشي عقلي خوا بفكر إنك جري هر إنسان بفكر بقبر أفا في دري تشقص تشتي رند تبعتك تشهية أفا تبعته بسبب بكس هاتي يرات المشكرني دا دمكي خالقي فيها كي هيا خالقي فيها. وكذلك الحس، يعني تكون في كرب وشدة ترفع يدك للسماء تجدها تنفرج، هذا دليل محسوس ملموس. ياد داجي جري حسياتها حسياتها، يعني جري تحندري خداجي رب عالمي بفيني ناس بكي، يعني عندري تذا جري دنجك ترى بيجي. نعم. والثالث الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة. ياس سياجي فطرته، هر إنسان سر فطرته خط يقرني عندري ده أو دنجا هاي أكيد في جدر رب عالمي، رب عالمي هابونا ويترى. والرابع الشرع. يا شرع.